يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يركز أهل الكلام على توحيد الربوبية؟ لأنهم ما عرفوا حقيقة التوحيد، ما عرفوا حقيقة التوحيد المطلوب، فهم يريدون أن يردوا على الملاحدة بزعمهم، دون أن يردوا على الملاحدة الذين يجحدون وجود الرب، يريدون أن يثبتوا وجود الرب بهذا، وهذا لا يكفي. حتى لو أثبتوا وجود الرب لا يكفي هذا، لا بد أن يفردوه بالعبادة، لا بد أن يقروا بانفراده بالربوبية وأن يفردوه بالعبادة. فهم ما أتوا بقائل، اللي أتوا به في عقائدهم من التركيز على توحيد الربوبية هذا موجود، موجود في القرآن، شهادة القرآن عليهم، والآن ما ينكرون هذا، لكن ما يكفي هذا، لا بد من توحيد الألوهية. نعم. وأيضا تراهم اللي يركزون على توحيد الربوبية عندهم أن الشرك إنما هو في الربوبية، يقول يعتقد أن أحد يخلق ويرزق مع الله ويدبر، وأما الألوهية ما عندهم لها ذكر ولا قارن أبدا. فهم يركزون على هذا، على الملاحدة الذين يجحدون وجود الرب، وعلى الذين يشركون في الربوبية وهم قليل. وبعدين ما جاءوا بقائل، هذا موجود، هذا موجود، الذي أتعبوا فيه أنفسهم وألفوا فيه المؤلفات ودرسوه في الجامعات والمدارس والمساجد، كل ما جاء بقائل لأنه في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما خالف فيه أحد، ولو أقروا به ما نجاهم من النار حتى يأتوا بتوحيد الألوهية. نعم.